مساء الفل ازيكم؟ الحقيقه لما تيجي تبص على امبارح، امبارح بالظبط الاعلام الامريكي بيشن هجوم غير طبيعي على الانجليز، الانجليز كلهم مش بيفرق الاعلام الامريكي بيلوث في انجلترا، ليه؟ دي انجلترا دي حلفتكم، ازاي تعملوا كده؟ وازاي تكتبوا مقالات تهاجموا فيها الانجليز بالشكل ده؟ وعاوز اقول لك ان في كميه الفاظ او مصطلحات بيتم استخدامها في الاعلام الامريكي اول مره يتم وصف الانجليز بيها. يعني شوف وصلنا لحد فين كل المواقع مفيش حد فيهم ما كتبش غير وغلط او ان هو هاجم الانجليز والاسرة الحاكمة البريطانية ليه؟ قالك والله اصل في لقاء اتعمل امبارح مع المذيعة الشهيرة اوبرا وينفري استضافت فيه مين؟ استضافت فيه الامير هاري ومراته ماجن والحقيقة ان الاثنين طلعوا بتصريحات جبارة قلبت امريكا قبل انجلترا يعني امريكا اتهزت من اللي بتعمله انجلترا وانجلترا زي ما قلت لك كده على اخرها. طب هو ايه اللي اتقال في اللقاء ده؟ ده اول حاجه. وتاني حاجه هي ليه اوبرا وينفري هي الوحيده اللي عملت اللقاء ده؟ ليه مش اي مذيعه تانية بلاش كده. هو مين اصلا الامير هاري ومراته ميجن؟ وليه يقدروا يقلبوا الاعلام بالشكل ده؟ او العالم كله؟ هتصرف؟ هقول لك بس انا اقول لك لازم احكي لك قصه بالاول. المرة دي انا احكي لك بالتفصيل يعني بص انا مش هسيب لك معلومه كده واقولها لك. الموضوع كله يبتدي ان ديانا اتجوزت تشارلز تشارلز ده من الاسره الملكيه في انجلترا وده يعتبر ساعتها كان فاتن ووسيم وكل حاجه خلاص وعلى فكره ديانا غنيه يعني اقعد تفتكر ديانا دي حد كان مش غني معهوش فلوس خالص دي غنيه جدا وابوه هداها شقه في لندن الشيء فلاني عشان بس حبا فيها يعني فديانا معاها فلوس مهم يعني ديانا اتجوزت تشارلز تشارلز بقى الراجل ده ما كانش بيحب ديانا قوي يعني كان بيحب واحده اسمها كاميلا كاميلا دي اوحش من ديانا بكتير جدا والغريبه ان كاميلا دي اكبر من تشارلز عايز اقول ان تشارلز كان بيسيب ديانا اللي هي قمر اللي هي كل الناس بتحبها تقريبا عشان اخلاقها وجمالها وكل حاجه وفي نفس الوقت يروح يكونها مع كاميلا اللي اصلا شكلها مش قد كده يعني مش عاوزين نتكلم على الاشكال يعني يعني بس هي اقل جمالا من ديانا فهو كان بيسيب دي ويروح لها والغريبه انها اكبر منه يعني هي مش مثلا نفس عمر ديانا لا اكبر منه في السن كانت علاقه غريبه جدا المهم ديانا يعني اتطلقت سنه 1996 بس بعد ما كانت خلفت من تشارلز ولدين ايه؟ اول ولد اسمه ويليامز والولد ده اتولد 21 يونيو 1982 يعني حاليا عنده 38 سنه والولد الثاني اللي هو الاصغر اسمه ايه اسمه هنري الحقيقه عشان الاسم هنري ده ممكن يكون معقد شويه او تقيل على اللسان سموه هاري خلاص بس هو الحقيقه اسمه هنري لو عاوزني اقول لك اسمه بالكامل هو اسمه هنري تشارلز ألبرت ديفيد بس اختصارا سموه هاري ويليامز ده شخصيه قويه شويه وواد محنك كده يعني واد تلاقيه سيريس وفي نفس الوقت آه كلامه مظبوط هتلاقيه خدم في البحريه وفي نفس الوقت خدم في الطيران ومعروف عنه ان هو شخصيه رزينه شويه اما هاري الولد الصغير فمعروف عنه ان هو متهور سنه يعني. مش نفس شخصيه ويليامز وهاري ده عايز آه عاوز اقول لك ان هو راح مهمه في افغانستان وكان اول عضو في العائله المالكه يخدم في افغانستان المهم يا سيدي جت الاميره ديانا انفصلت سنه 1996 بعد ما انفصلت اتعرفت على واحد اسمه دودي اسمه دودي الفايد هو اسمه الحقيقي اسمه عماد الفايد بس اختصارا او دلع بتاعه النيك نيم زي ما بيقولوا يعني اسمه دودي الفايد ابن محمد الفايد ام ملياردير المصري المشهور جدا الحقيقه ديانا لما اتعرفت على دودي كانوا على طول مع بعض والكلام ده كله واعلنوا ان هم هيتجوزوا سبحان الله بعد ما اعلنوا ان هم هيتجوزوا حصلت حادثه وماتوا هم الاثنين الحقيقه الغريب في الحادثه دي ان الحادثه دي اتعملت باكتر عربيه مصفحه في الوقت ده مرسيدس والحادثه دي حصلت في فرنسا ملهاش علاقه خالص بانجلترا الاثنين توفوا في فرنسا الحقيقه ان السلطات الفرنسيه فتحت تحقيق ضخم جدا في الموضوع ده واكتشفوا حسب الصحف بتقول ان ديانا ساعتها كانت حامل والحقيقه ان بعد الحادث دي ما حصلت طلع محمد الفايد اللي هو ابو عماد الفايد وقعد يقول تصريحات غريبه جدا قال لك اصل والله انا ابني مسلم واصل عشان هو مسلم آه ممكن يكون هم موتوه هم مين هو اتهم كذا حد عاوز اقول لك ان هو وصل للمخابرات الاسرائيليه يعني قال لك الموساد من ضمن الناس اللي قتلت ابني واتهم بقى المخابرات البريطانيه اللي هي الاماي اي 6 واتهم بقى البوليس الفرنسي قال لك بص ما اتهم ناس كتيره جدا بس الحقيقه ان كل القضايا اللي رفعها موصلتش لحاجه لحد هنا الكلام مشي نمشي بقى مع ويليامز وهاري الحقيقه ان ويليامز اتجوز واستقر وعمل فرح ظريف جدا ودخل جوه العائله المالكه ومفيش اي مشكله الحقيقه ان هاري كسر ال30 وفجاه كده فجاه طلعت تصريحات ان هو بيدور على عروسه والعائله المالكه بتدور له بالفعل على عروسه حد كده يليق بيه ومستقبله فجاه كده اللي حصل المذيعة المشهورة في الوقت ده اللي اسمها اوبرا وينفري كلمته عشان بس تعرف المقابله دي حصلت ليه. اوبرا وينفري كلمته وقالت له على فكره بقى انا بدعوك لعشاء. طيب الراجل لما جه لقى مين؟ لقى ممثله امريكيه اسمها ماجن. الممثله دي عندها كام سنه؟ مواليد 4 اغسطس 1981، يعني عندها كام سنه؟ 39 سنه. ترجع بس كده حاجه بسيطه؟ هي عندها 39 سنه وهاري عنده 36 سنه. يعني هاري بيكرر ماساه ابوه، ابوه كان بيحب واحده أو بيخون ديانا مع واحدة أكبر منه، هاري حب واحدة أكبر منه، حقيقة لما اللقاء ده حصل الإعلام ابتدى يردد الموضوع ده بنسبة بسيطة، فجأة كده طلع هاري وقال على فكرة أنا هتجوز ماجن، الغريب في ماجن إن هي بشرتها سمراء أنا عاوز أقول لك العائلة المالكة اتقلبت <تصفح> يعني أنت دونا على الناس كلها جايب واحدة بشرتها سمراء وإحنا أصلا الأسرة الملكية البريطانية اللي بتمثل العرق الأبيض انا عارف ان انا بتكلم في كلام ما ينفعش ان هو يتقال او عيب ان هو يتقال بس هو ده تفكيرهم ده مش تفكيري ده تفكيرهم قال لك احنا بنمثل العرق الابيض جايب لنا واحده سمراء قال الحقيقه ان الاسره المالكه اتقلبت بشكل كبير جدا واتقلبوا على هاري وعاوز اقول لك ان حصلت مفاوضات مع هاري كتيره جدا ان هو يتراجع عن الخطوبه دي او عن الجواز لحد ما اصر ان هو يتجوز ميجن ميجن اكبر منه ممثلة مش معروفة قوي اشهر حاجة ليها كان مسلسل اسمه سوتس بس مش الممثلة العظيمة يعني ما تحسنيش انها ساندرا بولوك مثلا او كاثرين زيتا جونز يعني واحدة عادية انت سبت دون الناس دي كلها وجايب ممثلة مش التوب حتى بتوع التمثيل في امريكا يعني ممثلة ما تعتبرش اشهر يعني وجايبها تتجوزها وتدخلها العائلة المالكة ما علينا المهم هاري برضه اصر ان هو يتجوز ميجن، الحقيقه لما اتجوزوا كل الاعلام البريطاني بيقول لك ان ميجن دي غاسله دماغ هاري، يعني عامله له غسيل مخ، يعني الكلام ما يعقلش يا جدعان، سب بنات العالم كلهم متجوزها، فالاعلام البريطاني قال لك دي عامله له غسيل دماغ، هي البت دي غاسله له مخه، الحقيقه ان اول ما اتجوزوا البروتوكول بيقول ان ملكه انجلترا لازم تحضر الفرح، الحقيقه لما تيجي تبص على الصور هتلاقي ملكه انجلترا في اي صوره بتتصور مش مبسوطه. زعلانه جدا يعني زعل غير طبيعي هتلاقيها على طول قاعده كده يعني مكشره في اي صوره اتحداك ان انت تشوفها في صوره واحده بتضحك الحقيقه ان الفرح اتعمل والحقيقه ان ملكه انجلترا قلدت هاري ده لقب لقب دوك ساسكس وبالتبعيه قلدت مراته اللي هي الممثله ميجن لقب دوك ساسكس او دوكت ساسكس فبقوا كده من الأسرة المالكة بشكل كبير الحقيقة فضلت اللقاءات بس كل الأخبار اللي طالعة بتنم على إن في مشاكل كتيرة جدا داخل العائلة المالكة حد ما إيه اللي حصل؟ لحد ما طلعت ميجن ورفعت قضية على صحيفة اسمها ذا ميل أون ساندي الحقيقة الصحيفة دي اعترضت رسالة بعتها ميجن لأبوها ما تعرفش بقى هي كانت بتشتكي له ولا بتقول له إيه عن القصر الملكي المهم نشرت الصحيفة دي الرسالة الدنيا اتقلبت والحقيقه ان اسوشيتد بريس نفسها الصحيفه الكبيره قوي او وكاله الانباء العظيمه جدا نقلت عن ذا ميل اون او الصحيفه دي نقلت عنها الرساله اللي بعتها ميجن لابوها هي ليه الصحيفه عملت كده هي عملت كده عشان هم ماسكين على ميجن على الواحده اي حاجه غلط هتعملها ميجن لازم تعرف انها مترقبه بشكل كبير جدا ليه بشره سمراء جوه العائله الملك الحقيقه ان ميجن لما رفعت القضيه على المجله دي كسبتها كسبت فيها كام؟ رفعت القضية ب 450 مليون جنيه استرليني. اضرب بقى الجنيه استرليني الواحد في 25 جنيه، تشوف انت هتوصل لكام. المهم يعني خدت الفلوس واجبرت المحكمة الصحيفة انها تنزل اعتذار رسمي في الصفحة الأولى بتاعتها. يعني او في الموقع بتاعها لازم تنزل اعتذار رسمي. الحقيقة ان ميجن كانت محاصره بشكل كبير جدا في الحقيقه ان ميجان وهاري فضلوا عايشين وفضل الشائعات تطلع عنهم من داخل القصر الملكي وان ميجان اتخانقت مع سلفتها وكلام كده عبيط يعني لحد ما حصلت مفاجاه كبيره جدا اللي هي ايه اللي هي ان ميجان قالت انها حامل حملت في ولد والحقيقه الولد اول ما جه عمل قلبان في انجلترا ليه لان لونه كان ابيض فالشعب الانجليزي انبسط جدا وابتدى يهلل جامد جدا للذريه دي لحد ما نزلوا هما الاثنين هاري وميجن نزلوا كده بوست على انستغرام بيقولوا فين بيقولوا على فكره بقى احنا هنتنازل عن واجباتنا الملكيه وعلى فكره احنا هنمشي من القصر الملكي ونروح نعيش في امريكا فين في كاليفورنيا تيجي تبص كده ليه في كاليفورنيا هتلاقي ان كاليفورنيا دي اصل ميلاد او مكان ميلاد ميجن يا الكلام ميجن كانت مولوده في كاليفورنيا قالك والله احنا هنسيب انجلترا ونروح نعيش في كاليفورنيا ومش عاوزين نبقى ملوك ولا امراء ولا اي حاجة عامة لما تيجي تبص على ترتيب الامير هاري لان هو كده بيتنازل عن العرش انت ممكن تبقى ملك هتتنازل كده عن العرش قال لك لا اصل هاري ده رقم ستة على العرش فاحتمالية ان هو يبقى ملك ضعيفة شوية يعني قبليه بقى ابوه قبليه ناس كتيرة جدا عشان يتقلد العرش فالراجل خدها من قصرها كده ومشي سؤال سؤال بسيط هي ايه الواجبات وهم كانوا متضايقين منها جدا اللي هي الواجبات الملكيه دي ايه دي تعرف الواجبات الملكيه دي إيه؟ حفلات آه، عشاء فطار والله يا بكلمه جد يعني هتروح تحضر حفلات دورك هتروح تحضر حفلات خيريه هتروح تتغدى مع ناس هتروح لما يجي رئيس مثلا عاوز يزور العائله المالكه في انجلترا هتقعد معاه ايه الواجبات مفيش واجبات يعني مش القصه يعني بس تحس كده ان كان يعني معجب جدا بماجن وعلى ثقه بيها جدا فقال لك انا هتنازل عن كل ده وهمشي اروح امريكا. الحقيقه طلعت الصحف وقالت لك والله اصل القصر الملكي مضاهم على ان هم لو اتكلموا في اي حاجه تخص اسرار القصر الملكي هيدفعوا غرامه كبيره جدا. هو ده كان الكلام اللي طالع بس حقيقه كان في مفاجاه اللي هي ايه؟ اللي هي ان ماجن طلعت مقاله او نزلت مقاله كده في جريده بتقول فيها انها تعرضت للاجهاض فالدنيا اتقلبت يعني انت تعرضتي للإجهاض. انتي اجهضتي ولا حد هو اللي اجهضك؟ الحقيقه المقاله ما كانتش واضحه قوي، بس الست طلعت في المقاله دي وقالت الجمله دي انها تعرضت للاجهاض قبل ما تجيب ابنها ده. الحقيقه فضلوا الزوجين عايشين في امريكا مالهمش لا حس ولا خبر، والاسره المالكه في اي لقاء او اي صوره ما بيحطوش صوره هاري ده في اي حاجه، يعني ملكه انجلترا لما تطلع في حديث تلفزيوني ما بتحطش صوره هاري ده خالص خالص شالته من المكتب اصلا يعني تشوف صوره لملكه انجلترا مثلا وهي بتلقي خطاب حاطه صوره ويليام اللي هو اخوه حاطه صور ناس كتيرة جدا مش حاطه صوره هاري باي شكل لحد هنا الكلام ماشي لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما اعلنت اوبرا وينفري على محطه تلفزيونيه انها عملت لقاء مع ميجن وهاري وانا كنت قلت لك ان هي السبب اللي عرفتهم على بعض عشان كده عملوا اللقاء ده معاها اللقاء ده يقال من موقع ار نيوز او روسيا اليوم بيقولك ان ميجان وهاري خدوا 9 مليون دولار مقابل اللقاء ده اول ما قالوا اللقاء يعني اول ما تم الاعلان ان في لقاء اتعمل الدنيا في انجلترا اتقلبت ايه يعني ايه لقاء؟ يعني ايه حضرتك تطلع تتكلم؟ ما تقعد ساكت، مش انت مشيت، انت عاوز تعمل ايه؟ ما خلاص يا عم بوظت العيله ومشيت منها وهاجرت واتنزلت على العرش، انت مالك بينا؟ ما تعملش لقاء، اقعد ساكت، انما الراجل اصر ان هو يعمل لقاء، ايه الحقيقه؟ لما طلع اللقاء ده طلع بكارثه سودة انا عاوز اقولك ان الدنيا مقلوبه في انجلترا وفي امريكا، ليه بقى؟ لان ميجان دي قالت حبه كلام غير طبيعي. قلت لك ايه؟ قلت والله انا اول ما دخلت القصر ما طلعتش منه، يعني لمدة أربعة أشهر أول أربعة أشهر دول خرجت مرتين بس يعني في أربعة أشهر خرجت مرتين بس ده هي اللي بتقول تاني حاجة أي حاجة هتتسئلها عن علاقتها بهاري لازم تقول لا تعليق يعني تخلص ده أوامر ملكية جالها ناس لا حضرتك أول ما هتدخلي القصر تفتحيش بقك ما تتكلميش أي سؤال تتسئليه لا تعليق ما تجاوبيش هي اللي بتقول حد هنا برضو يمشي يعني عادي بس والله الست بتقول انا يعني من كتر الحبسه حسيت ان انا عاوز انتحر، وانا كنت خايفه على حياتي، كنت حاسه بوحده رهيبه، لان خلي بالك محدش في القصر طايقها اصلا، يعني لازم تعرف كده، محدش في القصر طايق ماجد، فبتقول لك والله انا كنت عايشه في وحده وكل ما ده يمشي بره القصر ملاقيش حاجه اعملها، فكنت خايفه جدا ان انا اعمل في نفسي حاجه، او هي اللي بتقول كده، لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما حد قال لها او قال هاري على حسب وصفها يعني ان على فكره احنا مش هنقدر نضمن حراسه ليكي اول ما انت بقيتي حامل يعني اول ما الست بقت حامل جم كده والله احنا مش هنقدر نوفر لك حراسه للاسف في نفس الوقت احنا عندنا مشكله كبيره جدا اللي هي ايه لون ابنك ده هيبقى ايه وش اهو يعني السؤال اتسال كده والله هي اوبرا وينفري اتصدمت يعني مذيعه اتصدمت قالت لها انا عم هم سالوكي كده لها اه قالت لها انا ما اتسالتش انا السؤال ده اللي اتسال هاري السؤال اتقال هو الراجل رفض ان هو يعلق بس هي الست اللي وضحه وخلي بالك كل الكلام اللي مترجم عن المقابله دي في الاعلام عندنا قد كده معلش يعني مع احترامي يعني لان انت لازم ترجع للمقابله نفسها لان الترجمه مش قد كده فوالله الست كانت بتقول ان انا اتسالت على لون ابني واحنا هيبقى عندنا مشكله مع لون ابنك يعني كلام عنصري لاقصى درجه يعني الواد الواد لو جه لون اسمر ايه هيبقى الاسره الحاكمه عندها ولد او حفيد بلون اسمر وهم يمثلوا العرق الابيض دي مشكله كبيره مش بس كده لولا على فكره لو جه لو جه لون اسمر احنا مش هنضمن ان هو ياخد تايتل او ياخد لقب يعني الولد هينزل من غير لقب ملوش اي لقب عندنا مش بس كده اوبرا وينفري سالتها قالت لها مين اللي قال لك السؤال ده او السؤال ده اتقال لكم من مين ما ترد هي هزت راسها كده معنى كده انها ملكه انجلترا وحتى اوبرا وينفري قالت لها بجد يعني اوبرا وينفري اتصدم ملكه انجلترا هي اللي بتقول الكلام العنصري ده بس بص هنا النقطه الفاصله في اللقاء كله بس خليني اكمل لك اللقاء قبل ما نروح لحاجات ثانيه اوبرا وينفري سالت هاري قالت له ايه علاقتك دلوقتي بالاسره الحاكمه أنا على فكره انا علاقتي اتقطعت مع ابويا اول ما اعلنت ان انا هسيب القصر ابويا بقاش يرد عليا في التليفون اللي هو تشارلز اللي هو كان جوز ده انا قال لها ما بقاش يرد عليا في التليفون خالص قال لها بس بعد فتره ابتدى يرد عليا بس شكله كده مش مبسوط قوي مني يعني تاني حاجه قال لها انا عاوز اقول لك سر انا كنت مقيد بشكل كبير جدا بقوانين وبالنظام اللي جوه القصر كنت مخنوق الحقيقه انا ما كنتش عارف ان انا مخنوق لحد ما جت ميجن وقالت لي ان انت مخنوق اول ما ميجن قالت لي ان انا مخنوق عرفت على طول ماشي القصر ماشي تاني حاجه قالها انا واثق ان ابويا واخويا مخنوقين برضو من النظام اللي محطوط او السيستم اللي محطوط جوه القصر ومخنوقين جدا بس مش عارفين يعملوا ايه اخر حاجه قالها لها قالها والله انا ما قدرتش اخد قرار ان انا اسيب القصر ده لان العائله المالكه رفضت تديني فلوس اول ما عرفوا او حسوا ان انا ممكن اخلع من القصر رفضوا يدوني فلوس او يدعموني ماليا فعملت ايه قال لها والله انا اعتمدت على الفلوس اللي سيبها لي امي اللي هي ديانا كانت سايبه فلوس او مورثه فلوس فلا انا خدت الفلوس دي وعرفت اخد الخطوه ان انا امشي بره القصر الملكي. طيب اول ما اتقالت المقابله دي كل الاعلام الامريكي كل صحفه كل مواقعه عمالين يهاجموا العائله المالكه في انجلترا وبالتبعيه الانجليز. ايه العنصريه اللي انتوا فيها دي؟ وازاي دي كانت فرصه كويسه جدا ان انتوا تصلحوا صورتكم قدام العالم ان انتوا خدتوا ميجن دخلت جوه العائله بتاعتكم فانتوا دي مبادره لنبذ العنصريه في انجلترا وان احنا نغير وجهه نظرنا عن العائله المالكه بس لما ميجن طلعت وقالت الكلمتين دول واضح جدا ان العائله المالكه عندها نفس نبره العنصريه وما زالت موجوده. بص نفس الحته دي او نفس الجمله دي بتتقال في كل الصحف الامريكيه. العنصريه في انجلترا العنصريه في العائله المالكة في انجلترا الانجليز عندهم عنصريه جامده جدا اخيرا وليس اخر تلخيصا للموضوع كله لازم تفهم ان اللي احنا بيتم اتهامنا بيه لان خلي بالك هم شغالين علينا بمبدا حقوق الانسان ومش حقوق الانسان واصل انتوا وبتعملوا ايه والكلام ده كله الدول الاوروبيه عندهم مشاكل اكتر مننا بكتير وفي نفس الوقت ما بيتسلطوش عليها الضوء محدش بيتكلم عنها انتوا عندكم مشاكل اكتر مننا انتوا ليه بس مركزين معانا ونسيين مشاكلكم في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر العرب يا رب انصر مصر وتحيا مصر سلام